السلام عليكم. بالنسبة للطلاب والطالبات اللي حابين يحملون تطبيق ذاكرتي، بإمكانهم تحميل التطبيق من جوجل بلاي أو الأبل ستور. بعد ما نفتح التطبيق راح تظهر عندنا الصفحة الرئيسية بهذا الشكل. داخل التطبيق تم كتابة أكثر من 230 كلمة إنجليزية خاصة بالوحدة الأولى من كتاب المستوى الأول، وهو كتاب Skills of Success. طبعا راح نضيف الكلمات المهمة في جميع الوحدات في الأيام القادمة ونسوي لها مشاركة حتى تكون متاحة للجميع ويقدر الكل يحملها ويستفيد منها. في البداية راح أعطي توضيح مختصر عن التطبيق وأهميته وسبب استخدامنا له في الدراسة. تطبيق ذاكرتي يسهل عليك حفظ جميع كلمات اللغة الإنجليزية بشكل سريع جدا وبكل بساطة، ويساعدك على تذكرها وعدم نسيانها نهائيا، وهذا بالفعل اتضح من خلال التجربة. طبعا التطبيق يستخدم أساس فكرة البطاقات التعليمية أو فلاش كارد، والميزة الأهم واللي تم برمجتها بشكل احترافي واللي تعتبر أساس برمجة هذا التطبيق هي استراتيجية المذاكرة بطريقة التكرار المتباعد، أو المذاكرة على فترات زمنية متباعدة، واللي تساعدك على تذكر تفاصيل درس كامل حتى بعد مرور عدة شهور بدون ما تراجع أي شيء منه خلال هذه المدة. راح أعطيكم فكرة بشكل عملي عن هذه الميزة بعد ما ندخل على كلمات الوحدة الأولى من خلال تخصص اللغة الإنجليزية اللي موجود عندنا على الصفحة الرئيسية. بعدها ندخل على الكتاب الأول وندخل على الوحدة الأولى من الكتاب الأول Reading and Writing. راح ندخل بعدين على صفحة المستويات أو الصناديق اللي موجود فيها كلمات الوحدة الأولى. هذه الصفحة هي الصفحة اللي راح نتعامل معها بشكل يومي لحفظ ومراجعة الكلمات، ومثل ما نلاحظ عندنا عدة مستويات تبدأ من المستوى رقم 1 وتنتهي عند المستوى الافتراضي رقم 8. بالإمكان زيادة عدد المستويات حسب الرغبة إلى 20 مستوى من الإعدادات في التطبيق. فوق نشوف عندنا كلمة كل، وهي تعني أن عدد الكلمات اللي موجودة في هذا الدرس هي 235 كلمة، أما الكلمات الجاهزة والمتاح مراجعتها الآن فعددها 164 كلمة. طيب إيش معنى هذه المستويات؟ هي ببساطة عبارة عن صناديق مرتبة بشكل تسلسلي، وموجود داخل الصندوق الأول أو المستوى الأول جميع البطاقات التعليمية لكلمات الوحدة الأولى باللغة الإنجليزية مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وتم إضافة تعريف لأغلب الكلمات أو مثال عليها مع الترجمة بشكل دقيق. لما ندخل على المستوى الأول مباشرة التطبيق راح يعرض عليك أول سؤال أو أول كلمة إنجليزية موجودة في هذا الصندوق، ويخفي عنك الإجابة، وأنت عليك أنك تفكر بمعناها، هل تتذكر معنى هذه الكلمة أو لا؟ إذا فكرت في الإجابة اضغط على المستطيل اللي في الوسط والمكتوب عليه لعرض الإجابة، انقر هنا وراح تطلع لك الإجابة. إذا كانت إجابتك على هذا السؤال صحيحة اضغط على أعرف الموجودة تحت بالأخضر، وإذا كانت خطأ اضغط على لا أعرف باللون الأحمر. بعد كذا راح تنتقل مباشرة إلى السؤال التالي، وبنفس الطريقة راح تعرض عليك عدة أسئلة وأنت تشوف الأسئلة اللي تعرف معناها واللي ما تعرف معناها. طبعا أي سؤال ما تعرف إجابته قبل ما تضغط على لا أعرف حاول أنك تقرأ الإجابة وتحفظها حتى تركز في عقلك، وبعد ما تراجع الدرس من جديد راح تلاقي نفسك تعرف الإجابة. طيب الحين إيش اللي يحصل للكلمات اللي ضغطنا على أعرف أو لا أعرف معناها؟ لما نرجع للخلف، أي كلمة تضغط على أعرف معناها راح تنتقل مباشرة من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، أو من الثاني إلى الثالث وهكذا. أما الكلمات اللي ما تعرف معناها راح ترجع للمستوى الأول مباشرة. يعني لو كان عندك كلمات في المستوى الثاني تبغى تراجعها الآن، وطلع عندك كلمة أو كلمتين ما تعرف معانيهم، إذا ضغطت على ما أعرف المعنى راح تنتقل هذه الكلمات إلى المستوى الأول، أما بقية الكلمات راح تنتقل من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث. توضيح مهم جدا بخصوص استراتيجية المذاكرة بطريقة التكرار المتباعد، وهو أنه من المستوى الثاني إلى المستوى الثامن أو 20 كل صندوق من هذه الصناديق له مدة زمنية محددة حتى يفتح، وتقدر بعدها تراجع البطاقات التعليمية الموجودة فيه. مثلا لما تنقل بطاقة من المستوى الأول للمستوى الثاني كل سؤال لازم يمر عليه 12 ساعة حتى يفتح الصندوق الثاني وتقدر تراجع اللي فيه مرة ثانية. لو لاحظتوا الآن لون المستوى الأحمر الثاني، لون المستوى الثاني أحمر، يعني أن هذا الدرس ما تقدر أو هذه
المستوى ما تقدر تفتحه، هذا الصندوق مغلق الآن. موجود داخل هذا الصندوق 25 سؤال، وعدد الأسئلة الجاهزة للمراجعة في هذا الصندوق صفر. مكتوب تحت عدد الصفر عندنا المدة الزمنية المتبقية حتى يفتح هذا الصندوق. طبعا أنا لأني دخلت كلمات من قبل في هذا الصندوق فمضى عليها تقريبا من 12 ساعة، الآن عندنا 8 المتبقي من 12 ساعة، 8 ساعات و36 دقيقة على أول كلمة أنا دخلتها في هذا الصندوق حتى يفتح هذا الصندوق يسمح لي أن أنا أراجع الكلمات اللي أنا وصلتها فيه. مثلا في المستوى الثالث أو المستوى الرابع راح تبقى الكلمة داخل هذا المستوى حدود 3 أيام لحد ما أنا أقدر أراجعها من جديد. طيب ليش لازم ننتظر انقضاء هذه المدة الزمنية ولازم نراجع الدرس مباشرة بعد انتهائها؟ طبعا هذه المدة الزمنية مدروسة بشكل علمي، وهي أن قدرة الإنسان على تذكر تفاصيل درس جديد أخذه هذا اليوم تأخذ منحنى نزولي وتبدأ بالتناقص من الدقائق والساعات الأولى للانتهاء من الدرس. يعني إذا مضت 12 ساعة من أول ما أخذت هذا الدرس، إذا راح 12 ساعة راح تتذكر من هذا الدرس أقل من 50% من الدرس، وإذا ما راجعتها خلال 24 ساعة ما راح تقدر تتذكر غير 20 إلى 30% فقط، وكل ما زادت مدة عدم المراجعة راح تقل نسبة التذكر إلى أن أنك أنت توصل إلى درجة أنك ما تذكر أي حاجة من هذا الدرس. وعلى العكس تماما، إذا أخذت درس جديد هذا اليوم وراجعته في نفس اليوم راح تكون ذاكرتك عندها القدرة على تذكر قرابة 98 إلى 100% من هذا الدرس قبل مرور 12 ساعة. لكن بعد ما تعدي 12 ساعة يبدأ الآن العد التنازلي في النسيان، بحيث بعد مرور 3 أيام إذا ما راجعت الدرس راح تقدر تتذكر أقل من 30% من الدرس فقط، وكل ما زادت المدة راح تقل هذه النسبة. لكن إذا راجعت دروسك حسب الأوقات المبرمجة لك في التطبيق، يعني في المستوى الثاني راجعت بعد مرور 12 ساعة، ثم في المستوى الثالث بعد 24 ساعة، ثم بعد 3 أيام، ثم بعد أسبوع، وهكذا راح تزيد عندك مدة بقاء هذه المعلومة في عقلك، وراح تكون قادر على تذكر الدرس حتى بعد مرور شهر كامل من آخر مراجعة، وإذا وصلت مراجعة في مستويات أعلى ما راح تنسى حتى بعد مرور سنة كاملة. في المستويات المتقدمة راح يكون عندك قدرة تذكر الكلمات اللي موجودة في المستويات، مثلا في المستوى 10 أو مستوى 15 ممكن تعدي إلى 3 أو 4 شهور ما تحتاج أنك أنت تراجع هذه الكلمات، لأنك قدرت أنك أنت توصلها إلى هذا المستوى فأصبح عندك قدرة تذكر هذه الكلمات إلى عدة شهور. يعني قبل ما يبدأ العد التنازلي في النسيان من ذاكرتك لازم تراجع الكلمات في الوقت المحدد لها حتى تزيد مدة تذكرك لها لفترات أطول. طيب الحين احنا نبغى نحمل هذا الدرس، منين نحصل هذا الدرس؟ راح نرجع إلى الخلف إلى الصفحة الرئيسية. هذه الصفحة خاصة بعناوين التخصصات. في البداية راح نسوي عدة ملفات. أول حاجة ملف خاص بالتخصص، لو لاحظنا فوق عندنا 3 أقسام: تخصص وبنك الذاكرة والمكتبة. احنا الآن في قسم التخصص، راح نعمل ملف خاص بتخصص اللغة الإنجليزية من خلال الضغط على علامة الزائد الموجودة تحت بالأحمر ونضغط على تخصص. هنا راح نكتب اللي هو إنجليزي، ندخل داخل التخصص اللغة الإنجليزية ونسوي ملف ثاني باسم الكتاب اللي هو كتاب المستوى الأول. الآن عندنا خيارين، إما نسوي درس ونحط فيه كلمات إنجليزية بأنفسنا، أو لا نروح نحمل درس جاهز. وفي حالتين، يا نحمل الجاهز من مكتبة التطبيق أو نحمل هذا الدرس الجاهز من المشاركات اللي قدموها الأعضاء. طيب في البداية إحنا إذا حابين إحنا نسوي درس
ونكتب فيها الأسئلة. راح ندخل على المستوى الأول اللي هو كتاب المستوى الأول، وهنا نضغط على علامة الزائد ونسوي درس مثلا الوحدة الأولى. ندخل على الوحدة الأولى ونضغط على الزائد ثم سؤال، وبهذه الطريقة نبدأ نكتب الأسئلة. نختار التخصص اللي هو إنجليزي، ونختار الكتاب اللي هو المستوى الأول، ونختار الوحدة الأولى، ونكتب هنا مثلا سؤال. لنفترض مثلا هي، نكتب الإجابة وهي معناها هو، ثم نضغط على موافق بالأخضر اللي موجودة في الأسفل. كذا لو سوينا تراجع الآن راح نشوف بأن المستوى الأول دخل فيه كلمة واحدة وهي جاهزة للمراجعة الآن. لما نضغط على المستوى الأول راح يطلع لنا كلمة هي، ويقول لنا إذا تعرف الإجابة اضغط على أعرف أو لا أعرف. لما نضغط عليها الآن نلاحظ أن هذا السؤال مباشرة انتقل إلى المستوى الثاني، وهذا السؤال ما نقدر نراجع إلا بعد مرور 12 ساعة تقريبا، 11 ساعة و 59 دقيقة، يعني 12 ساعة بالضبط حتى نقدر نراجع الأسئلة الموجودة في هذا المستوى. على أي حال هذا في حال إحنا سوينا درس بأنفسنا. أما لو كنا نبغى نحمل درس سووه الأعضاء، في البداية لازم يكون عندك حساب خاص فيك. راح تدخل على حسابي وتعمل اشتراك خاص فيك، تكتب إيميلك وتكتب اللي هو الرقم السري الخاص فيك، وتفعل الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني، وتأكد أنك أنت لما تروح البريد الإلكتروني أنك أنت تراجع تشوف البريد اللي مرسل لك من التطبيق، ممكن ما يكون في صندوق الوارد، ممكن يكون في الرسائل المهملة أو الجنك ميل. تأكد أنك أنت تبحث عن الرسالة لتفعيل حسابك. طيب الآن بعد ما تفعل حسابك راح تجي إلى القائمة الجانبية، راح تضغط على بطاقات الأعضاء التعليمية. راح يكون هنا عندك جميع البطاقات التعليمية اللي رفعوها الأعضاء المشاركين في هذا التطبيق. طبعا مثل ما نلاحظ هنا في عدة دروس رفعوها الأعضاء المشاركين في هذا التطبيق، وعندنا هنا اللي هو حساب SEO اللي هو حسابنا الخاص. من خلال اللي هو الدرس المعروض هنا باسم Q Skills of Success Reading and Writing Book 1 Unit 1، هذا الدرس اللي راح نحمل من خلاله 230 كلمة خاصة بالمستوى الأول. راح نضغط على الدرس ونضغط على السهم حتى يتم تحميله. طبعا راح يقول لك وين تبغى تحمل هذا الكتاب، يقول لك اختر التخصص. لما نختار التخصص نحدد المكان اللي نبغى نحمل عليه هذا الدرس، نقول له اختار التخصص في اللغة الإنجليزية، بعدين يقول لك حدد الكتاب اللي تبغاه، تختار المستوى الأول، وبعد كده راح يقول لك بدء التحميل. ولما تروح إلى وتروح إلى إنجليزي المستوى الأول راح تشوف بأنه الدرس تم تحميله هنا. طبعا الحين لنفترض أنك أنت سويت درس بنفسك وحاب أنك أنت تشارك هذا الدرس مع زملائك. لو لاحظت مثلا هنا درس الوحدة الأولى، إذا أنا أبغى أشارك هذا الدرس مع زملائي راح أضغط على علامة المشاركة مثل ما هو واضح بجانب النجمة تحت كلمة الوحدة الأولى. لما نضغط عليها يقول لك هل تريد مشاركة هذا الدرس، اضغط على موافق، وراح تجيك هنا رسالة بأنه تم مشاركة هذا الدرس بنجاح. الآن نرجع إلى صفحة أو بطاقات الأعضاء التعليمية، راح نلاحظ هنا بأنه الدرس موجود هنا اللي هو الوحدة الأولى، مثل ما نلاحظ الدرس الثالث الوحدة الأولى. وإذا ضغطنا على مراجعة البطاقات راح نشوف الكلمة اللي احنا كتبناها مع معناها. بهذا الشكل انت تقدر تستخدم التطبيق وتقدر تحمل الدروس اللي انت تبغاها. وانا انصح الطلاب اللي حابين يشاركون معانا في هذا البرنامج انهم اي درس جديد ناخذه اليوم واي وقت ثاني ناخذ هذا الدرس ونحوله مباشرة الى سؤال واجابة، يعني نفرغ هذا الدرس بشكل كامل ونكتبه في التطبيق وبعدين نعمل مشاركة، وكذا يصير الجميع
يحمل هذا الدرس ويعتمد عليه ويقدر أنه يراجع هذا الدرس ويستفيد منه ويحفظه، وما يصير وما يكون محتاج يعني لأنه يراجع هذا الدرس مرة ثانية من خلال الكتاب أو من خلال الملازم اللي موجودة، ويكتفي أنه يراجع هذا الدرس من خلال التطبيق. كذا نكون تعاوننا مع بعض واستفدنا من هذا التطبيق وشاركنا دروسنا مع بعض، وخصوصا للطلاب اللي يكونون عادة مثلا بعضهم ممكن يكون موظف، ممكن ما يكون عنده وقت أنه يراجع هذه الدروس، لكن لما يجي ويحملها من خلال هذا التطبيق ويلاقي كل حاجة جاهزة عنده هنا راح يستفيد جدا وراح يكون إن شاء الله موفق. طبعا التطبيق نقدر أن احنا نستغله في دروس ثانية مو بس في اللغة الإنجليزية، مثلا اللي عندهم إدارة الأعمال، اللي عندهم مثلا الصحة العامة، نقدر أنه أي درس جديد ناخذه نفرغ هذا الدرس ونكتبه على شكل بطاقات تعليمية سؤال وإجابة، ونحول الدرس كله كامل بهذا الشكل على شكل بطاقات تعليمية ونرفعها في هذا التطبيق ونسوي لها مشاركة، وبكذا الطلاب يصيرون يستفيدون من الدرس الأول والثاني والثالث، ونقدر أنه جميعنا نتعاون مع بعض ونراجع دروسنا من خلال هذا التطبيق ونستفيد منه. بالتوفيق إن شاء الله للجميع.